ووصلنا لفقرتنا ضمن مساحتنا لليوم. حنحكي عن التجميلية. دائما بفصل الصيف بتبلش الصبايا بتعاني من ارتفاع درجات الحرارة، هاي الشمس الحادة بتعمل مشاكل ضمن الشعر إن كان من تساقط وجفاف وغيرها. لو ما رح نتعدى كتير بمقدمتنا على اختصاص ضيفنا لليوم اللي خبرنا أكثر معلومات عن هدول القصص، عن حرارة الشمس وكيف نحن اليوم قادرين نحمي شعرنا من أشعات الشمس. ضيفنا لليوم هو خبير التجميل السيد عساف. عساف بدي لك يسعد صباحك. صباح الخير، يسعد صباحك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بحضرتك عساف. بالبدايه يعني خلينا هيك نجاوب على بعض التساؤلات. نعم. موسم بيت نجان بهر الشعر، النفسيه تعبانه بهر الشعر، طلعت الشمس صارت كتير قويه بيتعب الشعر. تمام. خلينا نحكي علاقه الشعر، علاقه حيويه الشعر والحفاظ عليه بكل القصص يلي بنعرفها او اللي ذكرتها. تمام. يعني هلا في موضوع انه موسم باذنجان وموسم اذا بدنا نعمل مكدوس بهر الشعر. لا هلا هو هي الفتره اللي بصير فيها الباذنجان، يعني هي شائعه صارت واخذت على انه موضه، انه صارت العالم حفظتها. بس هي القصه انه بهي الفتره اللي بصير فيها الباذنجان بصير في تبديل للشعر، مثل الشجره بهر ورقه بالخريف، مثل اي شيء بهيك شغلات. أشعة الشمس أكيد بتأذي وبتضر كتير. عنا الهواء، عنا كتير إشياء، مثلاً استعمال مثلاً مواد تجميل مثلاً غير مناسبة للشعر، عنا مثلاً خلطات طبعاً على التعيين. إيه طبعاً، هلا يعني أي حدا اسمه تخبيص، يعني بيصير أي حدا يحط يتبع مين ما قال له يشتري شيء، بس في شيء إنه في شيء أساسيات يعني. تمام. عندك الغده الدرقيه كمان بتلعب دور بهذا الموضوع. يعني ميه المسبح الكلور، يعني بما انه بالصيف بالشمس دائما تردد على المسابح، ميه الكلور بتعمل بتنشف حتى بغير لون الشعر. اي تماما هدول القصص. تماما اي ف يعني مشكله انه بدنا شويه ثقافه بهذا الموضوع، انه نعرف كيف نشتغل بشعرنا بشكل يكون صحي وصح. تمام. عم نحكي اليوم، حضرتك ذكرت انه نحن لازم نعرف كيف اليوم قادرين نشتغل على شعرنا بشكل صح. نعم. اليوم اي حدا ممكن نفوت على المطبخ نشوف شيء على جوجل نطبق. طبعا. نحط على شعرنا ممكن يكون اثاره سلبيه. اليوم من خلال تواجدك سيد عساف بدنا نحكي كيف نحن قدرانين نحمي هذا الشعر، وإمتى نحن نقدر نستخدم هدول الخلطات الموجودين على جوجل. تمام. هلأ فينا بنقدر نفوت على النت، والنت فيه تشكيلة واسعة كبيرة كتير، يعني أي حدا بيقدر يفوت يتابع ويقرأ ويطبق ويشتغل. بس المشكلة أنه مثلا ممكن يناسبك إليك لصبية تانية، مثل البشرة، الشعر مثل البشرة، في نوع مدهن في نوع، يعني المفروض كل حدا يختار أي شيء صح. يعني بالنسبة له هو بيعرف شو بيناسبه، في شعر دهني، في شعر جاف، في شعر هيك شيء. طيب وإذا اليوم تجميليا، يعني إذا نحن رحنا لموضوع التجميل، تمام، شو هي هيك خطوات سريعة يعني إنه نحن اليوم قادرين نحمي شعرنا خلال هذا الوقت؟ الصبغات، اللي تكرار الصبغات مثلا بشكل انه عملنا اليوم لون ما حبينا نرجع نغيره ونرجع نغيره ونرجع نغيره، هذا الشيء يعني هو اكثر شيء بيأذي الشعرة. تتعب. اي تماما. تمام. بيسوي تعب وتقصيف، ودائما مفروض انه كل فترة دورية يعني بتتسمى دائما في تطريف للشعر. السبب انه عم نتعرض لمي كلسيه، لهواء، لكل الاشياء. نعم. يعني خلينا هيك نحكي شوي، كثير في هلا من الاشخاص ما بيقدرتهم يشتروا بروتكت للشعر او حمايه لشعراتهم، خاصه المصبوغين، ممكن اسعار غاليه، ممكن هيك خلينا نقول في خلطات فينا نعملها بالمطبخ، فينا نستفيد من حضرتك. ويعني مثلا الناس بيقولوا زيت المكدوس منيح،
البيض منيح بتطلع اي حدا، او البصل او مية البصل. خلينا نحكي عن هالخلطات، هل هي صحيحة؟ هل هي بتناسب جميع الانواع الشعر؟ وخلينا كمان نركز بنقطة كتير مهمة، يعني دائما بس نروح عند العطار منجيب الزيوت او اي شيء خلطات صحيح. شفناها على الانترنت بتكون بتلائم لون شعر، بس بالاشقر مثلا ما بتلائمه، بتخليه يجرد اللون بسرعة. تمام. هلا بدنا نحكي عن زيوت. في عنا تشكيلة زيوت، مثلا في عنا زيت الخس، زيت الخروع، زيت اللوز، زيت الخيار. هاي الخلطات مع زيت الزيتون، مع في العسل، في اللبن، في الجزر، في كثير اشياء، يعني في كثير اشياء. بس انه زيت المكدوس، يعني ما في شيء علمي بيقول لك انه زيت المكدوس بينفع لهي القصة. يعني مثلا في البصل، في يعني كثير اشياء طبيعيه وبنقدر نساويها بالبيت من دون كلفه كبيره. خلينا نحكي عن مثل شو خلطات، مثل شو مثلا زيت اللوز، زيت الخس، زيت الخيار. أوكي. زيت يعني هدول ممكن احنا نعمل خلطه من تماما. كل الزيوت هاي الزيوت كلها مع بعضها بنستعملها وبناخذ نتيجه، يعني بالاضافه لانه للعناية انه نحن نهتم بهذا الموضوع. يعني اليوم كصبيه تحمم شعرها وتلفه بمنشفه وتخلي شعر مي نمنا فيه لتاني يوم، حتى لو بتفكر انه نشف تكون حطت ايدها بشعرها تاني يوم بتلاقيه رطب. صح. السبب انه الشعر بيغب مي، يعني بيشرب بيتشرب مي. فمنفكر نحن انه نشف شعرنا بيكون لسه اخذ رطوبه، ومتى ما تعرض للهواء بيصير عمليه التقصيف. مثل وقت اللي عفوا بصير في مغناطه حدا لا حدا بصير كهرباء. تمام هيك بصير بالشعره، تفتح طرف الشعره بسبب هذا الموضوع. طيب عساف، اليوم صرنا نسمع بالكرياتين، بالكريستال، بالبروتين. تمام. وغزت الاسواق. للاسف صرنا نشوف ناس راحت للماركات الاجنبيه وصارت باسعار كثير خياليه وكثير كبيره، احيانا الناس ما فيها. اليوم كثير مبسوطين انه معنا حدا من الاشخاص السوريين من اختصاصين التجميل حب يخوض هي التجربه. طبعا. عن طريق مخبر، عن طريق رقابه سوريه، وينزل هذا المنتج ضمن الاسواق. نعم. خلينا نحكي اول شيء عن هدول القصص. طبعا. هل هن مفيدين عن جد للشعر؟ واليوم التجربه السوريه كثير مهم نحن ندعمها. اكيد. هلا فينا نقول انه الكرياتين، الكريستال، البروتين، كل هاي التسميات عم تعطينا نتيجه كثير حلوه بالنسبه لانه تخفف تعب على الشعر. يعني بدال مو كل يوم ست البيت او الصبيه سيشوار او ليس، بدال بتحب، في ناس اغلب الناس بتحب ستريت، تعمل ستريت، فيها تعمل مثلا بروتين او كرياتين او كريستال، بيبقى مع فترة زمنية معينة تكون مدينة وبيغذي الشعر هو، أو بس طبعاً بنعمل طبعاً اليوم نحن بيعمل غلاف للشعرة. بالإضافة لأنه بيسحب كل شيء فيه تعب بالشعر وبيحطه بالأطراف. منشوف هاي النتيجة إنه كل شهر نحن بدنا نطرف الشعر. بيروح المتضرر. تماماً. فهذا الموضوع مريح. يعني كيف مريح؟ إنه مثلاً ست البيت مو دائماً بدها ليس، سيشوار. بيحمي الشعرة من حرارة السيشوار كمان، إنه سيشوار أو ليس أو هيك كله، أو فير أو ما شابه هيك، كله بيأثر على الشعر يعني. طيب. والمنتجات. بالنسبة لموضوعنا يعني. بالنسبة لموضوعنا نحن ب الكرياتين والكريستال، اليوم عندنا مواد وطنية. مو بدنا نقول بس بالضاهي الأجنبي. لا، إذا مقارنة بالأجنبي رح تكون نتيجة أفضل. لأنه اليوم عندنا خبرات كبيرة وحلوة، ممكن أخذنا من برا، ممكن اجتهادات من عنا. بس اليوم إذا حبينا نقارن بين منتجنا والمنتج الأجنبي، عم يعطي فعاليته نفس الفعالية وجودة 100% صحيحة. بالإضافة لأنه عنا نحن رقابة على منتجنا، يعني من خلال وزارة الصحة، من وزارة رقابة بكل يعني من كل النواحي. فاليوم نحن بدل ما نركض ونجي على المنتج الأجنبي، عنا منتج وطني، عنا منتجات وطنية كتير ظريفة، كتير عم تعطي نتيجة. نحن لازم نتشجع ونشجع مشان نحن كمان نفوت بأسواق الغرب والشرق.
بحيث انه نعطي تماما يعني نعطي بسمة انه نحن عن ما بينقصنا اي جودة اي خبرات. اصلا سوريا يعني غنية بالمواد الحمد لله. نحن غنيين بكل العالم منقول سوريا عن جد. وين ما راحوا السوريين مبيضين عساف. خلينا لكن نحكي بما انه هلا هيك بداية فصل الصيف. شو الالوان الدارجة؟ شو القصات الدارجة؟ في غرة ولا ما في غرة؟ هيك عم نشوف تمام. هلا اليوم اذا بدنا نحكي على الالوان بشكل عام عندنا الالوان الغامقه دائما دارجه بالشتاء، الوان الفاتحه والاشقر بالصيف مثل العروس شعار مو اي وحده يعني بدها يعني العروس فورا بتشقر. سبب في عندنا سبب انه الحمام بفصل الشتاء مو مثل فصل الصيف مية يعني مية. تمام. اللون الأشقر بيتحمل حمامات بيتحمل، أما اللون الغوامق بيضل قتم شتوي مثل الطقس. أما الصيف والأشقر والبرونزاج يعني تماما على البرونزاج يعني والموضة يعني اليوم ما في حدا يعني ما في أي صبية ما بيلبق له ولا لون. طبعا عساف مرقت فترة أنه الخصال هي خلينا بما أنه مركزين على الأشقر تكون رفيعة، هلأ عم نشوف في كونتورينج خصال كونتورينج عم تكون تمام. وعم تكون شوي ظاهرة مثل قبل 10 سنين تقريبا تمام. يعني دايما الموضة هيك مين بيبتكره على مين نحن بنعتمد؟ والسنة هيك دارج عريض ولا رفيع بعده ولا شو؟ والله والله موضوع الالوان والخصال والتخصيل وهيك اشياء بتتعلق على شو بيلبق للشخص. انا هيك بقول يعني ما بصير اجي مثلا اشتغل شيء مثلا لحدا ما بيلبق له مثلا يعني وقت اللي انا عم بشتغل للشخص لهالصبيه بده يكون انه شفت انه شيء بيناسبه شفت انه شيء بيلبق له مثل الكوب القصات انا بتطلع بوش الصبيه شوف انه بيلبق له هذا الشيء بنصحها بهذا الشيء هي حريه شخصيه يعني. طبعا اي طبعا في ناس ما بتقول لك انا هيك حابه اليوم حتى لو ما لي حابه انا ما يعني ما بقدر اقول لك انه لا او ايه بس انا مجرد انه انا بمهنتي انا مفروض انصحك واقول لك انه هاي الشيء بيلبق لك او ما بيلبق لك او هيك وحرية يعني. طيب عساف في شغلة بنلاحظها عند دائما الكوافيري يعني بنفوت تجارب شخصية بنقول له بس تطريف فبنلاقي التطريف وصل لهون، ليش عندكم هاي الفوبيا وحب قص الشعر بشكل كثير قوي يعني؟ والله مو فوبيا يعني اي كوافير او اي حلاق او فاتت زبونة قالت له انا بدي اطرف شعري هو بيقدر قيمة التعب يعني هلا انت بتكوني مو سخيانه تقصري صحيح بس هو في نسبه تلف وتعب يعني انت ما حينضف الشعر او ما حتبسطي بشعرك الا اذا كان اخذ رونقه الجميل والحلو اكيد تمام. فاليوم اي حدا بيحب شعره عنده يعني بيتصرف من عنده بيقص اكيد ما بيتصرف ما يعني هو حيقول لك بس انت ما عندك الجرأة تقصي تمام. عساف خلينا ننتقل للإكستنشن للاستيكرات يلي هلأ كمان كتير الصبايا عم يحطوها ويستغنوا عن الإكستنشن اللي هي بتكون قطعة كاملة. خلينا نحكي عن مدارة، خلينا نحكي عن إنه هي قديش بتوفر يمكن عناء للصبايا وهل بتنصح فيها ولا لا؟ لأنه بعض الكوفيرية بيقولوا إنه حسب يعني بدها معلمية وبالتركيب يعني هو في شيء من هيك بس ما في أحلى من الشيء الطبيعي يعني أكيد هي بتخدم وبتريح ولكن يعني في أوقات بتكون مزعجة بمكانها بيهر شعر مكانها طبعا الخبرة بتركيبها المهارة بالشغل الصحيح
دائما بخفف ضرر يعني بخفف انه الاذى تبعها. تمام، خلينا نرجع شوي عصاف للبروتين والكريستال. دائما بجوز انا ساوي بروتين ولا يتعمل انا ينجح عن او عن بالعكس عند لي ينجح او عندي لا. اليوم قدامهم خبير تجميل يعرف يستخدم هي المواد. تمام، خلينا ناخذ هيك فكره عامه عنها. تماما، هي المواد يعني ما بصير تنشغل بالبيت لانه يعني فيها شوي من انه تنشغل بصالون، انه فيها شويه ريحه، فيها شويه تعب بالعمل، بدها حراره مزبوطه، بده يكون عزم عند الكوفير اللي عم يشتغل. مو موضوع عزم، بده حراره، بده شغل صح. اغلب الصالونات فعلا للاسف بتقول انا بشتغله وانا بعمله ما عم ينجح يعني. تماما، ممكن ممكن ما يعطي نتيجه 50%، ولكن اذا كان مشغول صح عم يعطي ست البيت مده فوق الست شهور لثمان شهور للسنه حسب طبيعه الشهر وحسب التجارب. هو بده اعاده اصراف يعني انه يرجع للكوفير يعيد عليه كذا مره. هلا كان في شيء مواد قبل يعني امكانياتها محدوده، اليوم في امكانيات اكبر، مواد عم تنزل، عم يصير في تعديلات تحسينات على المواد، فعم تعطي نتيجة الحمد لله 100% وعم نلمس بهذا الموضوع، وعم ترتاح الصبية أو الأنسة اللي عم تساوي بروتين كريستال كرياتين. يعني أنا كلهم هن من نفس المجموعة، يعني كلياتهم من نفس المجموعة. تمام، يعني بالختام عصاف كثير بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا اياها. اذا بتحب تضيف نصائح اخيره تقدمها لكل الصبايا مع بدايه فصل الصيف، هيك بتحب توجه لهم اهم وابرز النصائح يلي دائما بتخبر زباينك عنه؟ تمام، بالنسبه يعني حكينا كل شيء بس بالمختصر. خليكي بالنسبه لشعر اي ست او اي صبيه، هو جمال المراه شعرها، و الاهتمام فيه أكيد هي لجمالها ولأنه يضل شعرها حلو ومرتب. برأيي أنا أنه التعرض لأشعة الشمس الكثيرة ما أنا مناسبة، مثل ما منحط واقي شمس على وشنا لازم كمان نحط بروتكت على شعرنا. ممكن حطينا طاقية أو كاسكيت أو بوني أو أي شيء، بين كان بالسباحة كان بالشمس كان بالهواء أو أي شيء من هيك. او يعني ان شاء الله هلا صرنا نعرف الصح من الغلط يعني، بس ولكن احيانا قله المروه بتروح القصص بتودينا لشيء ثاني. ايه تمام، هلا عدم الانتباه وقله المروه هي يعني مشكله. تمام، نشكر عصاف حضورك معنا لليوم، ونتمنى اكيد اليوم للشباب السوري ولكل خبراء التجميل السوريين يكونوا مثل هاي التجربه اللي خاضها السيد عصاف بموضوع المنتجات وضمن الرقابه السوريه، ليكون اليوم المنتج السوري ضمن الاسواق بضاهي المنتج الاجنبي. شكرا لحضورك عصاف. خليكم. شكرا كثير لك، ميرسي لك، نهارك سعيد.